لا عمرني ما عمرني ما نقبلو، عمرني ما غيغريني، ما يغرونيش الفلوس حدا شي حاجه اللي فيها سمعتي وفيها حتى حب الناس ليا وكيفاش كنتلاقى مع الناس. بالعكس انا الفلوس ولا الغنى اللي عندي هو حب الناس اللي كيفاش كنتلاقاهم في الزنقه. كاينين ناس كبار كيدعيو معايا، والله الا بعض المرات كنبكي بدوك الناس الكبار اللي كيقول لي راه كنحسك وحده من العائله ولا بنتنا. هذا الشيء ما نقدرش نبيعه باي ثمن، وهذوك الادوار ما كنظنش انا ماشي ديولي، ماشي ديولي نهائيا. وهي خطوط حمراء ما نقدرش اي دور، اي دور كيما بغى يكون شويه خارج على يعني كيف كيقول لي ما مقبولش عند عائلتي ولا عند الناس. كيف قلت لك دابا راه ما نقدرش ندير شي ادوار انا اللي تخليني ما نتلاقاش مع الناس بوجهي براسي مرفوع ولا بوجهي حمار ولا هذا. بالعكس انا كنبغي الجمهور ديالي لان انا قريبه منهم وهما قراب مني، انا مصاحبه معاهم، عندي جميع الفئات ديال الجمهور من الشباب حتى الناس الشياب من طبقات كلها الحمد لله كيبغيوني وكنبغيهم وكنحاول نحافظ على هاد باش ما نخسرهمش. بالعكس انا التدور ولا حتى يعني الثمن ديالو ما كيغرينيش ما كيهمنيش اكثر من انه كيهمني نكون خارج الزنقه وانا مرتاحه. كلشي كلها زوينه، كلها فنه، كلها زوينه. بالعكس ما عندي حتى شي، ما كانت عندي حتى شي صعوبات، بالعكس كانت عندي واحد اللذه واحد الحلاوه وكندير كلشي لان بنتي هذه راه هذا واجب عليا. انا ما عرفتش علاش بحال هذه الاسئله كتطرح دائما على الامهات ولا الاباء، بالعكس هذا ولادنا وهذا واجب علينا، خصنا نراعيوهم ونربيوهم ونخافوا عليهم بالعكس ما حسيت بدا شي صعوبه، بالعكس انا بنتي احلام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.